مشروع منظمة العمل الدولية تشغيل الشباب في مصر خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر الريفية آي روابط هو مشروع ممول من الحكومة النرويجية وينفذ بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي. المشروع استهدف قطاع الأجهزة المنزلية لقدرته على النمو ولقدرته على استيعاب العمالة وخدمة المجتمعات والمشروعات الريفية. برنامج منظمة العمل الدولية كيف تحسن مشروعها، وهنا كنا بنستهدف الشركات اللي بنتعامل معاها ان احنا نحسن من ادائها في كيفية ادارة المشروع. قبل التدريب كان في حاجات كتير عندنا فيها مشاكل في التسويق مثلا، ما كانش عندنا، ما كناش اقوى حاجة في التسويق. بدنا نشتغل نعمل اكشن بلان على ده، نفس الكلام للتكاليف، نفس الكلام في المخزون، عندنا مشاكل في المخزن. هو طبعا مبادرة منظمة العمل الدولية لتنمية الصناعات وخاصة الشركات الصغيرة دي حاجة كويسة جدا، وخاصة ان المشروع بالكامل مشروع مجاني، دي حاجة كويسة جدا وبتوفر وبتنهض بالشركات الصغيرة ان هي برضو تبقى في دافع لعجلة الاقتصاد القومي. برنامج التدريب من اجل التشغيل، ومن هنا كان العمل مع مسؤولين شؤون الافراد في المصانع المختلفة على سد احتياجاتهم من العمال ورفع كفاءة العاملين بيهم وتوفير ليهم العمالة المدربة الجاهزة. احنا اشتغلنا فيه على ان احنا نقدر نساعد الشركات على اكتر من محور. الجزء الاولاني الخاص بالتوظيف والبروسس بتاعته، وازاي ان دوت ممكن يخدم الباحثين عن العمل خاصه من المجتمعات القرويه او الريفيه. انا دلوقتي من ساعه ما استفدت فتره التدريب غيرت انا من مستوايا، وغيرت ان انا بقيت ان انا قربت من العمال جامد واقدر افيدهم واطور من مهاراتهم في الشغل. فرق معايا في زياده الانتاجيه طبعا، وفرق معايا في البني ادمين بقاش تغيب كمان، في ان انا انتظم كمان. So decent work and workers' rights is a priority for the Norwegian government, and it has been for many years. Therefore, we are happy to work with ILO here in Egypt and in many other countries across the world. For us, we believe that when workers' rights are preserved and decent work is in place, it not only helps the workers, but it helps the businesses. And the private sector is increasingly important. We know that this is the backbone of the economy in Egypt, and it's becoming more and more important for the economy. تحسين الإنتاجية ومسؤولية الشركات. وهنا من خلال برنامج سكور تم إحراز عدد منوس من النتائج المحرزة. على سبيل المثال وليس الحصر، تم تحقيق 20% إنتاجية في الشركات المساهمة، تم تحقيق 75 خفض في مخلفات الإنتاج، تم تحقيق 78% في خفض في شكاوى العمال، تم تحقيق 90% خفض في حوادث العمال، تم تحقيق 64% خفض في نسب الغياب، تم تحقيق 59% خفض في نسبة دوران العمالة. بحلى من العمالة بتاعتنا تكون أفضل عمالة على مستوى مصر. رشحتنا شركة إلكترولوكس للانضمام لبرنامج سكور التابع لمنظمة العمل الدولية. خرجنا من التدريب بمجموعة من العناصر اللي اشتغلنا عليها، زي التواصل في بيئة العمل، زي تحسين الإنتاجية، الجودة، الـ 5S، الـ HR والـ Health and Safety. بعد تطبيق الـ 5S احنا تحولنا تقريبا في زيادة لحوالي 40% في تحسين في المساحة المستهلكة في قسم الدهاء. يعني احنا عندنا في مرحلة كده كانت عاملة لنا أزمة ان هي بتاخد وقت أطول من اللازم، بتاخد حوالي 8 دقايق وهي تركيب الشغل تجهيزه للعملية. الحمد لله بعد الـ 5S بقت بتاخد حوالي 5 دقايق، فده تقريبا تحسين بنسبة 37%، وده مرضي جدا 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 بالنسبة لأقسام الإنتاج. عملنا لوحات إرشادية متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، جزء منها خاص به إزاي تنفذ تجارب الإخلاء، إزاي تتحرك مع الأسهم بتاعة الحلقة بتاعة خطة الإخلاء ناحية نقطة التجمع. الحاجات دي ما كانتش موجودة بالقدر الكبير زي دلوقتي، لا دلوقتي بقت موجودة ومتاحة وهنقدر نشوفها على أرض الواقع. صندوق الاقتراحات كان ليه واقع مختلف بالنسبة لنا، ابتدينا ناخد من الناس والعمال الموجودين أفكار إزاي تطور بيئة العمل بتاعتك وإزاي تحسن منها، فده طبعاً خلى للناس مرجعية مختلفة، الناس ابتدى يبقى ليها ثقة في مكان العمل بتاعها. That's very important for the ILO. We achieve this for both the employees. And then at the end, that's to the benefit of the Egyptian economy. If we increase the productivity, we'll also increase the wealth creation and the development of Egypt.